يلا اتفضلي. اتفضلي. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. انا قصتي بتتلخص ان انا كنت متجوزه بقالي 12 سنه. اتجوزت واحد المفروض ان هو كان عنده محلات كروت شحن وموبايلات. بعد الجواز بحوالي 5 6 شهور فوجئت ان هو بيصفي حاجته تماما. كنت ساكنه في شقه في عباس العقاد واخدها ايجار. كان واعي بابا ان هو يجيب شقه تمليك، ما حصلش الكلام ده كله. كان كاتب لي حوالي 20,000 ان هو شبكه وحاجات من دي. ضربني بعد الجواز بحوالي 5 6 ايام، كسرني فيهم، كنت متجبسه ايد ورجل. ده الكلام ده من كام سنه؟ الكلام ده من حوالي 12 سنه. تمام. وخد مني الفلوس. انا بنت كنت بشتغل في الاف ام والتلفزيون وكده، فكنت عامله نفسي دخل وعامله نفسي ذهب وعامله نفسي فلوس وكده. فبدا يسحب مني وبدا يخلص فلوسي وبدا بالضرب بالتعذيب الكلام ده كله. ففوجئت بيه ان هو بني ادم بيتعاطى، بياخد برشام، بيشرب حشيش. الخمره دي ما بتشالش من ايده. بني ادم ما يعرفش ربنا اطلاقا. فطبعا بحكم العاده ان الاهل رفضوا ان هو اتطلق كذا مره. ففوجئت بيه ان هو متعدد القبض عليه. كانت الحكومه كانت تاخده كذا مره. اصلا قبل الجواز يعني؟ قبل الجواز. فوجئت بالكلام ده بعد الجواز ان هو كان بياخده من بيتي. طبعا فوجئت ان انا معايا بني ادم معاه تقريبا حوالي 7 8 قضايا تحت بند مسجل خطر. نصب واحتيال وضرب وكان عندك مستديم. بقى عندك اولاد؟ كان جبتي ولد اسمه ابني الاولاني كان عمره حوالي ايام، عمره اسبوع تقريبا. فطبعا اهلي رفضوا ان انا اتطلق واستمري ومش هينفع ومش هينفع والكلام ده كله. وطبعا اتحبس فتره في اقسام مدينه نصر. يعني كل اللي هم عرفوه ده وقالوا لك ما ينفعش تتطلقي عشان تكملي الحياه. طبعا قبل الجواز انتوا ما كنتوش تعرفوه؟ لا ما كنتش اعرفه. انا كنت اشتغلت عنده وكان عنده شركه توزيع وكده، فاشتغلت عنده لمده اسبوع. ففوجئت بيه ان هو على علاقه باهلي، بقى يتصل بيهم وبقى يروح عند والدي باستمرار، وبقى يعرض عليه امكانيات ان هو يتجوزني. انا كنت مخطوبه لواحد تاني، فوالدي طبعا فسخ الخطوبه ووافق عليه. تمام. فدخلت القصه دي طبعا بحكم ان انا والدي في قوات المسلحه، فراجل متزمت شويه، براجل قديم، فما عندوش بنت تقول لا. تمام. فاضطريت طبعا ان انا امشي الكلام وسمعت كلامه. طبعا من انا طلبت الطلاق مشي شويه من البيت، طفى شويه مع نفسه كده، استخبى شويه، وبعد كده ظهر تاني. فوجئت بيه ان هو كان بيطلقني ويردني لوحده كده مع نفسه. يعني بيطلقك من غير ما تعرفي؟ ويردني من غير ما اعرف ليه. ما اعرفش، من غير سبب. الورق عند حضرتك كان يثبت، انا جايباه بالتواريخ. وفوجئ بان انا عرفت بالصدفه ان المأذون لقيته بيتصل بيا، انه كان اختلف عليه تقريبا، ما ادهوش بقيت حقه تقريبا، فالمأذون اتصل بيا عشان يبلغني ان انا مطلقه ومردوده. فعرفت ان انا مطلقه مرتين، والورق جالي عن طريق محكمه الاسره. مطلقه مرتين قبل كده وانت ما تعرفيش؟ ما اعرفش. فعرفت. طب وهو الطلاق عن طريق محكمه الاسره، الرد كان بيبقى عن طريق محكمه الاسره؟ عن طريق المأذون. كان بعد ما يمشي المأذون بعديها بساعه يروح يرد. فلما اختلفوا على الفلوس المأذون اتصل بيا. اتصل بيا عشان يخترني ان انا بتطلق مرتين وبترد. ايوه. طب انت فهمتي السبب ده بعد كده؟ السبب اللي عرفت ان هو كان متجوز واحده مني قبل كده. قبل مني. تمام. عنده بنتين كبار. البنات دي متبريه منه من سلوكه واخلاقه. فكان بياخد ورق الطلاق يوريه لهم يعني؟ كان بيوريها ورق الطلاق عشان هي ترضى تعيش معاه، وبعدين هو يرجع يردني من وراها. تمام. فطبعا هي ضحكت عليه طبعا، ما عرفت ان انا ولدت الولد، فراحت مكتباه على الشقه التمليك ان هي طبعا انا جبت ولد فانا اللي هورث، والولد هيدخل مع البنات. فراحت ضحكت عليه وخدت منه الشقه التمليك ورفعت عليه خلع وسابته. تمام. هو البنات اتبروا منه واتجوزوا وما اعترفوش بيه لغايه اللحظه اللي احنا فيها، ان هم مش معترفين بيه. وانت كملتي؟ انا كملت بحكم من الضغط على اهلي ان انا اكمل. رفضوا ان انا اتطلق، وبحكم ان انا لسه والده فما ينفعش ان بنتي تتطلق. طيب. عشان تربي ابن. المهم مع وعد ان هو يتغير والكلام ده كله، ما اتغيرش. جينا بقى نتنقل طبعا لمراحل، بقى عليه ديون كتيره وبقى عليه قضايا كتيره، ولا الدفع للحبس، لا الدفع للقتل. فطبعا بقيت بالتالي بقيت خايفه على نفسي، بقيت ادفع له واسد له القضايا عشان خاطر نقفلها. استمرنا في القصه دي حوالي 5 سنين. نقلنا من عيشتنا لمكان تاني خالص. مكان تحت ادنى المستوى. واهلي لازم تستمر معاه ولازم تبقى موجوده والكلام ده كله. المهم يعني فتحنا كافي شوب على قدنا. اشتغلت فيه زيه. فوجئت بيه رجع في نفس الاستهتار، وعدني طبعا هو يبطل الشرب، يبطل الحاجات دي كلها ويبعد عنها. فوجئت بنفس الاستهتار، بقى يسيب الكافي شوب ويروح اماكن ثانيه يصرف فيها، وهو طبعه الحريم دي ما بقى يعني ماشي مع الحريم. تمام. وصلنا لايه؟ وصلنا طبعا لضرب، عهات مستديمه، اخلاق وحشه جدا في البيت. اتخذ 3 مرات، مره في طبعا اسم المركز. وانت ما كنتيش بتروحي تشتكي تعملي اي حاجه عشان الضرب ده؟ كل مره كنت برجع عشان اقول للاولاد ما ينفعش ادخل ابوهم الاسم. في مره منهم اخوه جالي المستشفى،
واخته كلمتني من الكويت، ليه اخت في الكويت، وقالت له انا لو منها حبسك. قلت لها انا مش هعملها عشان خاطر الولاد، ما يقولوش ان انا دخلت ابوهم الاسم. طب هو كده ما بيصرفش على الولاد؟ ما بيصرفش، طفشان، هو متعدد الطفشان على طول. هو ضربني وعمل لي عمليه مستديمه، انا اثبتها في اسم المرج وفي تقرير طبي تبع الاسم وتحول للنيابه. طبعا كل الاوراق دي هنا، في تقارير طبيه عندك قديمه تبع مستشفى خاصه، في اسامي الجواز، في اوراق الطلاق قبل كده، في اوراق بالقضايا اللي عليه، واخرهم كان واخد حكم 3 سنين قضاهم. انا ما اعرفش انتوا هتجيبوا الاوراق ولا حاجه، عايزين حاجه منها نعرضها. المهم ان الاوراق دي كلها موجوده، والمفروض انه يعني استاذه رندا كانت بعتها لنا علشان تعرض القضيه بتاعتها. تمام، في تقارير طبيه 21 يوم. الثالث موجود حاليا على طريق الاسم. طب انت يعني انت دلوقتي اتطلقتوا؟ هو رفض يطلق، هو غير ومرضاش يطلقني. هو دلوقتي بيتصلوا بيا بيساوموني، طبعا ما طلبت منهم مصاريف للولد، هو بقى له اكتر من 10 ايام سايبنا من غير اكل من غير فلوس خالص، من غير اي جنيه في البيت. اهله رافضين، هم اهله بيعملوا حاجه، كل ما يتحبس او كل ما نتخانق يروح قافلين موبايله، ما يرضوش يرد عليا انا واولاد اولادي اطلاقا، ويقول لي مش عايزين نعرفكم. وهو بيقول لي انا مش عايز اعرف الولاد ومش هصرف عليهم، شيلي مسؤوليتهم وهجوعك وهشردك انت واولادك، على طول في بقه الكلمه دي قدام الاولاد. طيب احنا لا يعني الفكره كلها انه يعني احنا واقعين قدام مشكله سوء الاختيار. طبعا احنا كنا بنتكلم عنها قبل كده كتير، واتكلمنا ان هي دي اساس الموضوع او اساس اي مشكله بعد كده بتحصل، انه ما كانش فيه تروي، ما كانش فيه تفكير، ما كانش فيه ان احنا نختار صح. ف ما هو انا ما كانش ليا الاختيار حضرتك، هو كان الاختيار اختيار الاهل. بحكم ان والدي كبير وقال انا شايف مصلحتها خلاص، اوكي وافقت. فانا ما كانش ليا الاختيار، وانا اجبرت على كده، فاضطريت امشي، لان اكيد طبعا الكبار اللي عندي بيبقوا فاهمين عني مصلحه اكتر، لكن انا ما فهمش مصلحتي. فبحكم والدي طبعا راجل خبره وراجل كبير اكيد هيفهم مصلحتي، بس طبعا لما فوجئنا بعد الكلام ده كل بعد الجواز ان هو انا تقريبا واخده، انا ما بدخل، كنت بدخل الاسم عشان اخلص الورق، ولا بيقولوا لي انت واخده حد مسجل خطر، يا مرات مسجل الخطر اصلا يعني معروف في كل الاقسام. طيب. ولسه خارج من وادي النطرون يناير اللي قبل اللي فات، واخد حكم 3 سنين في المخدرات. ماشي يا انا عايزه اوضح حاجه. كان بياخد الاولاد ويروح عند عمه، عند اخوه ساكن في كوبري القبه. قاعدين ولدين دلوقتي مع بعض، والدته متوفت وقاعدين في الشقه كبيره، قاعدين الاثنين سوا. فالولد بيقول لي يا ماما، ما جه من بره بيقول لي يا ماما قاعدين الاثنين بيشربوا خمره، وعرض عليه ياخد الازازه كمان في البيت. انا جوزي متعدد ان هو بيشرب بره تمام، وقال لي مره بيها في البيت وطردته بيها وصورته وبعته لاخواته، وعندي الاثباتات وعندي الصور. الطريقه حتى ان هو قدام ابنه ان هو واخد ازازه الخمره وعايز يروح بيها، هو اكيد دي حاجات كلها مرفوضه. بس انا هروح لاستاذ محمد، ويمكن كنا بنتكلم في نقطه انه القانون ازاي هيفرق دلوقتي لو حصل طلاق، وحصل انه الولاد دلوقتي بقوا موجودين، كانت الحضانه زي ما المتصل كان بيطالب انها كانت تبقى مع الاب، ولو هي عندها ولد عنده 12 سنه، انا ما اعرفش عندي ولد عنده 11 سنه وعندي ولد 6 سنين. فكده كان ممكن يبقى واحد منهم بره سن الحضانه، وواحد تاني قرب يبقى برضه فاضل له سنه ويخرج بره سن الحضانه اللي احنا بنطالب بيه او اللي الناس بتطالب بيه. ممتاز، وصلت الفكره، لكن بالتاكيد الوضع هيبقى مختلف، لان في حاجه اسمها احنا النهارده لما المحاكم الاسره، يعني في اي دعوه من دعاوى الاسره النهارده في حاجه اسمها خبير نفسي واجتماعي بيقدر يقيم الاب ويقيم الام فيما يتعلق بموضوع بموضوع اللي احنا اللي هو الحضانه اللي السن الكبير، ليه مش معتمدين على انه الخبير بيقيم الام وبيقول ان هي صح؟ لان النهارده احنا بقى محتاجين ده، ان مكاتب التسويه في محاكم الاسره هي مجرد حبر على ورق لا يتم تنفيذها، هي مجرد اجراء روتيني بيلجا ليه طبقا لنص القانون على ده. لكن هل الخبير بيقوم بالدور المنوط به، او بيقدم فعلا، او بيبحث العمل ده بطريقه جديه ان هو يقدم تقرير وافي للمحكمه عن الاب او عن الام، عن طبيعه ده، عن منح الفرصه ليهم؟ طالب كل خبير برضه ان هو يروح يقعد معاهم اكيد الخصم. طب ممكن النهارده يعني مثلا انت ما تقنعنيش ان ممكن اب صادر ضده احكام بالمخدرات، اب بيشرب المسكرات، هيكون ليه حضانه، هو كان بيقعد في البيت بيشرب قدام الولاد ويلف السجاير ويشرب. تمام، ممتاز. ما ده اب ينفع؟ لا مستحيل طبعا. لا احنا ده قولا واحدا، لا ده قولا واحدا، بس اذا الكلام اللي حضرتك انت ذكرتيه النهارده في ادله على الكلام ده، في احكام جنائيه فعلا بمخدرات، في قضايا شرب خمور او تناول خمور، كل الكلام دوت طبعا بيبقى لها تاثير ولها مردود قدام المحكمه. انا بقى هرجع لمين على اللي حصل قبل كده لو حضرتك تتذكر، وكان معانا هنا ناس برضه بتتكلم في النقطه دي. فين حق المراه